أستاذ أندري أنتيكوف وحضرتك من موسكو أيضا، هل تعتبرون أن بعض المواقف التي لم تكن قريبة أو منحازة لموسكو وقالت أنها محايدة هي مواقف منحازة؟ أنا أعتقد أنه خرج من الكرملين وخرج من موسكو من يقول أن الموقف التركي متوازن، أن الموقف العربي متوازن، أن موقف هذه الدولة أو تلك متوازن، لكن هل روسيا تحتاج إلى هذا التوازن أو لا تحتاج إلى مواقف حقيقية داعمة للموقف في موسكو؟ يكفي بالنسبة لروسيا، بسبب أن أنا أعتقد أن حياد له على الأقل أو له شرطين، إذا أرادت الدولة أو دولة أخرى أن تكون محايدة فيجب أن يكون هناك تنفيذ لشرطين. الشرط الأول هو فعلا بأن حياد هو في مصلحة هذه الدولة وليست في مصلحة هذه الدولة انحياز إلى طرف أو طرف الآخر. والشرط الثاني في الظروف الحالية هو قدرة هذه الدولة أن تتمسك بمصالحها وتصطدم بشكل ناجح مع الضغوطات الخارجية. لماذا أتحدث عن هذا الشرط الثاني؟ مثلا لنعود إلى دولة مثل ألمانيا، العلاقات الاقتصادية بين روسيا وألمانيا كانت قوية جدا ومثمرة بالنسبة للبلدين، ولكن الآن نحن نرى أن ألمانيا ضحت بتلك العلاقات الاقتصادية، ضحت بمصالحها وتضامنت مع الولايات المتحدة الأمريكية نتيجة الضغوطات الولايات المتحدة الأمريكية على برلين، تخلي من سلة الشمال الثاني، تضامن فيما يخص فرض العقوبات على روسيا. أي نحن نرى أن ألمانيا خاضعة تماما للقرار الأمريكي وتضحي بمصالحها، تضحي باقتصادها وإلى ما هنالك. في نفس الوقت لا أستاذ يعني أندريا، هناك بغض الدول النظر إذا كان العربية هناك ضغوط مثل أو الدول غير العربية ضغوط، هل كلما انحازت دولة إلى معسكر غربي، نتحدث عن ألمانيا، عن فنلندا، عن السويد أو حتى عن سويسرا التي أدانت الهجوم على، هل كل ذلك تعتبرونه في موسكو ضغطا أمريكيا؟ أليس هناك أيضا أن هذه الدول تشعر بأن هناك موقف لها؟ أنا يمكن أن أجيب على هذا السؤال بشكل غير المباشر. يجب أن نعود إلى تفضل. مسألة إدوارد سنودن الذي العميل للاستخبارات الأمريكية السابق، والذي كشف بأن أمريكا كانت تتجسس على قادة أكثرية الدول الأوروبية بما في ذلك ألمانيا. تصوروا لو اتضحت بأن روسيا كانت تتجسس على قيادة الدول أو قادة الدول الأوروبية، لكان هناك الضجة الإعلامية، قطع العلاقات، العقوبات وغيرها. ولكن عندما اتضح بأن أمريكا قامت بذلك، فأين كان الرد الألماني وغير الألماني؟ قالوا نحن غير المرتاحين بذلك، هو تصرف ليس وفقا لصداقة بين البلدين وخلاص. أي هذا الرد ينص على أن الدول مثل ألمانيا وغيرها هي خاضعة كثيرا للقرار الأمريكي. فلذلك ومن جديد نحن نعيش في عالم المصالح، وعندما أنا أرى بأن دولة أو دولة أخرى مثلا ألمانيا من جديد أو فرنسا أو غيرها من الدول تضحي بمصالحها الاقتصادية، سياساتها تؤدي إلى خسائر كبيرة بالنسبة لشعبها، فهذا الشيء عجيب جدا.